السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. اليوم راح أعلمكم الطريقة كيف تحملون بيتا لو بريكر. أدري بعضكم يعرف الطريقة سهلة جدا، طبعا في ناس ما تعرف، لكن طريقة التحميل جدا سهلة. طبعا اللعبة جدا جميلة، خليط بين أوفروتش وكود، جربوها واحكم عليها. طبعا اللعبة راح تنزل أتوقع الشهر الجاي في تاريخ 8/8، أتوقع التاريخ هذا. جربوها واحكموا عليها تعجبكم او لا. طبعا طريقة التحميل، طبعا تبدأ من 28 الى 31 يوليو او 30 يوليو، يعني مدة يومين الى 3 ايام، يعني من تاريخ نزول المقطع هذا لمدة يومين الى 3 ايام راح تنتهي. المهم نروح لما كلمة سيرش، نكتب لاو ال اي دبليو، بعدين راح نحصل هنا مكتب لاو بريكرز بيتا. طبعا راح تحصلون انتم هنا كلمة داونلود، انا عندي ستارت لاني محمل اللعبة من قبل وبس. هاي طريقة التحميل، واتمنى المقطع يعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. بأمان الله.